طاف انت في الغادي. علاش اخويا؟ البلاصه ممنوعه. البلاصه ممنوعه؟ علاش تطلق عليا الكلب؟ وانت اللي غتحيد من تما. حط السلاح. حيد حسن لك. حيد حسن لك ولا نتكي. اطلق عليك الكلب. حيد حسن لك. اعطاك مشية. تعقب الكلب للمجرمين والهجوم عليهم يتطلب تدريب خاصة. فؤاد مهنة ورجل هجوم يتولى مسؤولية تكوين الكلاب على تقنية العض والهجوم. من الأول تكون الكلاب تخافوا من الصوت ديال العيار الناري. ملي تدرب عليه صافي ما بقاش تخاف منه. يعني أتاكي إنسان واخا يكون لارم فيه دوق مسافة قريبة يقدر يأتاكي. إلا ما جاتش القرطاسة في الكلب يعني راه غادي يقوم بالواجب ديالو. هذا الكلب هذا سميتو أسبير بيرجي بيلش مالينوا. هادي ما تندز من علاش غتشدني انا؟ وكنهضر معاك السنا. وقف وقف ولا انت كذب. اتاك. موقف اخر وكلب ثاني. الكلب وبالرغم من انه امتثل لامر مدربه لاش باتيشي الا انه يبقى على اهبة الاستعداد. كما لاحظتم اللي ضربت هذاك الجوندارم كيفاش الكلب ديالو عضني بلا ما يكومونديه والهجوم المأمور الموقف هو امره باش يهجم عليا. ملي امتثل الاوامر ديالو امره باش ما يعضنيش هو يمتثل الاوامر ديالو. هذاك تنسميوه الهجوم المأمور الموقف. يخضع كلب الدرك الملكي لتدريبات مشددة. استعماله يتطلب تكوينا متميزا لا مجال فيه للخطأ. أي خروج عن الهدف المرسوم يتقاسم فيه الطرفان المدرب والكلب المسؤولية بشكل متساوي. فؤاد 7 سنوات من الخبرة رجل الهجوم عمل شاق ومحفوف بالمخاطر. وكما لاحظتوا معنا المهنة ديال رجل الهجوم هي مهنة صعيبة وستبغي واحد شوية اللياقة البدنية وستبغي الحيطة والحذر لحقاش ستبغي تكون في واحد الوضعية كما تنقولوا فيق في جميع اللحظات. يعني رد بالك مع الكلب 100% يقدر يطلق من اليد يمشي لك الوجه ولا شي حاجة. يعني هذه المهمة هذه صعيبة ديال الرجل الهجوم.